اليوم سنتحدث عن لقاء شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي. سنقوم يعني توقيت المباراة سيكون على 7 بتوقيت الجزائر. يعني اللقاء سيكون منقول على ترددات القناه الرياضيه المغربيه 2021 على النيل صاد القمر الصناعي نيل صاد تردد 11476 تردد يعني SDR من يفيد المشاهده بالاش دي 11553 الترميز 27500 تردد على قمر عربسات القمر الصناعي عربسات تردد 12683 الترميز 27500 نتمنى التوفيق والفوز لشبيبة القبائل في هذه المباراة لمواصلة المشوار في كأس الكاف. ندعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد عن القناة. شكرا لكم.